عبود غفله رحمه الله عليه، الله يرحمه، لا يقرا ولا يكتب، ذيك النيه النظيفه الخالصه اللي هسه نفتقر اليها. مو الان عندنا ثقافه، ترى ماكو واحد ماكو بجيبه ايفون، ماكو واحد ماكو بيته ايباد، حتى زعاطيتنا لهالطلاب قد عود الشقاط قام يشتغل بالايباد للصبح قاعد. مو ثقفنا تكنولوجيا معقده نتعامل مع كل لكن الفطره لعد عبود موجوده؟ ما هي؟ عبود غفله يقول بالمنام جاء الامام سلام الله عليه الامام الثاني عشر قال له كافي تلح وياي بشعرك وكل بضل امك الزهره، انا هذا قسم ما اقدر اتحمله، ما اتحمله، واذا ظلت تلح وياي ادعي عليك اخليك ما تقول شعر. قال له مو بكيفك، روح لجدك الحسين. فطره سليمه يتعامل وياه مثل ما يتعامل ويا شلون الابو يتعامل ويا الاخ الكبير. قال له روح لجدك الحسين صبح الصبح يقولون عنه ولا كلمه يقرا يكتب شعر. اجى للامام الحسين سلام الله عليه قال لما مشى عليك ضل امك الزهره خلصني من ابنك الحجه سوى بي وهذا صاير بعد ما اكتب. جاء الامام بالمنام قال له عبود التخفف عنا هذا قسم ثقيل علينا يا سيد، وانا وياك قلت لك على اسباب تافهه نحلف بضلع الزهره. واحد يقول انا وصلت يم الامام علي عند الراس الشريف وقلت له يا ابا الحسن يا ابا الحسن اقسم عليك بضلعها المكسور. يقول واحد حط ايده على كتفي ما اعرفه قال لي كملها قل له وحقها المغصوب. ترى هاي اقسام غليظه على الله تبارك وتعالى، واحد يحطها بوجه الدعوه والدعوه مستجابه. فالشاهد نتعامل معهم بالفاظ بسيطه ما بينما النبي صلى الله عليه واله وسلم وزمعته يقول وانه لمكتوب عن يمين العرج ان الحسين مصباح هدى وسفينه نجاه. هذول هالخلاصه اللي الله سبحانه وتعالى شاء ان تكون الامتداد الطبيعي. يجي واحد يقول الحسن تألق بكرم وجود مثل ما قلنا بكذا بعباده بسمت، انا اشوفها هو شنو الموضوع يعني يفترض ان يكون هكذا. ليش؟ لانه الانسان الان احنا هسه بسلوكياتنا ذول القاعدين بالمسجد بالحسينيه المباركه ونسال الله يتقبل عملكم، تصور احنا نقدر نقول احنا متساوين من حيث السلوكيات؟ نختلف بالامزجه لو ما نختلف؟ نختلف بالعادات والتقاليد ونختلف حتى بالدين، واحد دينه زين واحد دينه مو زين، والقياس ترى الدين زين ومو زين، مو هم العمامه ولا هذه. لا، ان اكرمكم عند الله، الله ما يتعامل بالمظهر، يعني لابس اسود ذاك لابس ابيض هذا لابس احمر لابس هذا، هاي كلها مقاييس دنيويه، عد الله يشتغل على هنا على الداخل.